خلينا نطلع نشوف تصريح ونرجع تاني. يلا بينا. يلا. كل واحد اصلا ادرى ببيته وادرى باولاده. يعني انا في اول يعني كان في حته بس انا شلتها عشان اوجع يعني اشيل وجع دماغي. تريح دماغي. حروريه داخل عليا بلاقي الهبل ده. يا جماعه انا مقتنعه جدا بالحجاب جدا جدا جدا. وربنا اللي اعلم انا ليه مش محجبه، او هو ده حسابي بيني وبين ربنا. انا فخوره جدا ببنتي انها محجبه، فخوره جدا، واتمنى ان ربنا يثبتها على الحجاب، وسعيده بالقرارات اللي خدتها. بس لو جت عليها فتره وزهقت وقررت انها تقلع الحجاب انا مش هقف ضدها. تصريحات مروه عبد المنعم المثيره للجدل، قلع الحجاب ولبس الحجاب. والله تابعت ازاي بقى الحاله المصارعه حواليك بعد التصريحات دي؟ اولا هي يعني مش مثيره للجدل، هو انا أول واحدة في العالم بنتها تلبس حجاب؟ حصلت يعني بروباجندا جامدة جدا. بص، هي الموضوع في الأول غلطة مني أنا إن أنا عملت الفيديو أو دخلت بنتي عالم السوشيال ميديا أو أثرت الموضوع ده، وأنا عارفة إن هي في يوم من الأيام هتقلعه. دي مش معناها إن أنا كفرة. هي لما جت تلبس الحجاب طلعتيها على السوشيال ميديا. دي غلطتي. أما جت تقلع الحجاب برضو طلعت على السوشيال ميديا. نو. ما انت اثرت اهو بالتصريح ده. ده ساعه ما اتحجبت. التصريح ده ساعه ما اتحجبت. تمام. عملت فيديو وانا متخيله ان الدنيا بسيطه، انا شخصيه بسيطه، ما اعرفش ان الحياه معقده قوي كده، فطلعت وانا عارفه. برضه الناس بتسال يعني هل ايه الاسباب اللي خلي بنتك انها تلبس الحجاب، وايه الاسباب اللي خلت تلبس الحجاب؟ كون ان انت طلعتي بتصريح ده يبقى له فيه. ما انت فنانه. دي غلطتي انا، بعمل بظهر انا وبنتي كتير، فمن الحاجات اللي حصلت انها اتحجبت، فطبيعي جدا عملتها بكل بساطه. هي اتحجبت منها نفسها طبعا. هم يسالوا بقى ليه اتحجبت وقالت حاجه، هم ما لهمش فيها ولا ليهم فيها ان هم يقولوا لي. هو التصريح بقى المثير للجدل بقى. فين انا مش فين يعني التصريح اللي هو اثار الجدل والناس كلها بتسال عنه، اللي هو كلامك عن الحجاب نفسه. فين كلامي عن الحجاب؟ اللي هو ما بين بقى الحساب. انا بقول لهم انتوا مالكمش دعوه. فين هو، فين المثير للجدل؟ هو الناس هجمتني ازاي بنتك محجبه وانت لا؟ انتوا مالكم؟ انتوا يعني مالكم؟ انت ما قلتيش انا مش هتسال في القبر عن الحجاب، او ربنا مش هيسالني عن الحجاب. لا نمشي واحده واحده. ماشي، نمشي واحده معاك. واحده معاكي، نمشي واحده واحده عشان كله ما يدخلش في بعض واطلع انا هنا بمقاطع. لا خالص خالص، احنا عايزين نوضح للناس بس. طيب. الصوره يعني انت حضرتك بتوضحي الصوره. اوضح الصوره. طب سيبني بقى امشيها بقى واحده واحده. تمام. بنتي اتحجبت، عملت فيديو ان بنتي اتحجبت. الناس دعت لك طبعا. الناس هجمتني ان انا ازاي مش محجبه وبنتي محجبه، فانا قليله الادب وفاجره وماجره. خلاص قلت لهم يا جماعه مالكمش دعوه، انا دي حاجه بيني وبين ربنا، بنتي محجبه وانا انا عارفه بنتي كويس قوي. خلاص جت بقى فتره بقى قعدت البنت لما لقت الدنيا كله بيبصوا هتقلع ولا مش هتقلع، البنت نفسيا يعني فضلت تعاني في نفسها. وانا اتفاجئت في المدرسه ان هي كل مره بيغمى عليها. انا عارفه بنتي، وده تصريح اول مره هقوله لما قلت لهم انا عارفه بنتي، انا بنتي ضغطها واطي جدا وبتدوخ من الحر، وهي بلا اي حاجه بتدوخ وبيغمى عليها وبترجع ومن وهي طفله. فانا قلت لها انت حجبتي في الشتاء، انت مش هتستحملي الحر، هتقدري؟ قالت لي فدخل عليها الصيف كل يوم يغمى عليها، ما استحملتش الحجاب. وهي حتى في الامتحان اغمى عليها، يعني اغمى عليها في ماده من المواد ما استحملتش، وهي قاعده ضغط عليا. انا بقى انا اللي قلت لها انت بيغمى عليكي من الحجاب صح؟ فسكتت. قلت لها انت عايزه تقلعيه ومكسوفه وخايفه؟ قالت لي ما هو يعني بصراحه قلت لها يا حبيبتي ربنا اعلم، انت ما تهتميش بكلام الناس، انا مش هضايق. ده الحديث اللي دار بينك وبين الخفي. ماما مش هتزعلي؟ طب والناس بتعمل يعني انتي انا مش هاجي، يعني انا مش هستحمل ان بنتي يحصل لها حاجه، ربنا بقى اعلم. انا صح انا غلط برضو، انتوا مالكمش فيها. في ده خلاص خلصت، وبنتي قلعت الحجاب وقلت لها قط، وانا مش يعني من ساعه ما قلعت الحجاب هي ما ظهرتش معايا ولا في فيديو، ولا هي مع نفسها وانا مع نفسي، ولا اصدرت ولا عملت اي حاجه. ساعه ما قلعت الحجاب بتاعها، قلعت الحجاب انا فاجره وماجره وبلا بلا 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 بلا. حجابي بقى ده بيني وبين ربنا، في ده بيني. انا مؤمنه يا جماعه ان الحجاب فرض، وعندي نقيصه بيني وبين ربنا، هو اللي هيحاسبني مش انتم. يعني انت عقيدتك واقتناعك ان الحجاب فرض. طبعا
طبعا بحكم القرآن والسنة طبعا صح؟ آه. ده مفهوش جدل مفهوش كلام نهائي تمام نهائي يعني انت كان تصريحك بتوضح للناس يا جماعة مش انتوا اللي تحاسبوني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يحاسبني بس وهل من الدين ان انتوا تقولوا انت كافرة؟ هل من الدين بتاعكم ان انتوا تقولوا لي ان انا طبعا. مش هدخل الجنة ومش هولد على جنة؟ هل من الدين ان انتوا تحكموا عليا؟ يعني هل من الدين ان انتوا تتدخلوا في حياتي وتعملوا سيناريوهات وتقولوا ان انا بنتي اللي بعلمها وانا اللي قلعتها الحجاب؟ انتوا منين جبتوا الحاجات دي يا جماعه؟ هو ده دين؟ هو ده يرضي ربنا؟